السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الفصل الأول في الفيزياء بعنوان الحركة الموجية. دلوقتي هنشوف إيه هي الحركة الموجية. زي ما احنا شفنا في الإناء اللي عندنا، أول ما نقطة المية نزلت على سطح السائل المية ابتدت تكون دوائر مركزها هو نقطة سقوط المية، وابتدت الدوائر دي إنها تتوسع بشكل تدريجي وتختفي، وكل ما نقط المية بتزيد كل ما الدوائر بتبدأ انها تبدأ تتكون تاني من المركز وتنتشر لأطراف السائل عند حواف الإناء. لو احنا رسمنا الإناء بالشكل ده، حس ان دي جوانب الإناء وده السائل او المية. لما نقطة المية بتنزل بتبدأ الحركة الموجية تتكون بالشكل ده، ومركزها هو نقطة سقوط المية. هي دي الحركة الموجية. في أشكال كتيرة جدا للحركة الموجية، زي حركة الموجية للمية. هنا عندنا برضو في موجات الراديو أو موجات التلفزيون. الموجات دي طبعا بتبث من الأقمار الصناعية وبيستقبلها الراديو أو بيستقبلها الريسيفر أو الأريال، اللي هو بيبدأ إن هو يترجم الإشارات اللي وصلت له عن طريق الموجات دي لصوت في الراديو أو صوت وصورة في التلفزيون. لكن في فرق كبير جدا ما بين موجات المية وموجات الراديو والتلفزيون. موجات المية نقدر ان احنا نشوفها بالعين المجردة. الموجات اللي موجودة في موجات الراديو والتلفزيون طبعا ما نقدرش ان احنا نشوفها. فرق تاني انه الموجات اللي بتنتشر في المية موجات بتحتاج لوسط انها تنتشر فيه، زي ما احنا شفنا هنا انها انتشرت في السائل الموجود في الإناء. لكن موجات الراديو والتلفزيون بتبث من الأقمار الصناعية اللي موجودة في الفضاء، معنى كده انها بتقدر تنتقل في الفراغ، مش محتاجة الوسط انها تنتقل فيه. الموجات بتاع المية او الموجات المشابهة ليها بنسميها موجات ميكانيكية. موجات ميكانيكية. الموجات المشابهة لموجات الراديو او موجات التلفزيون بنسميها موجات الكترو مغناطيسية. دي بالانجلش electromagnetic waves، electromagnetic waves. والموجات الميكانيكية هتبقى mechanical waves، mechanical waves. هنبدأ ان احنا نتكلم عن الموجات الميكانيكية، والموجات الميكانيكية لها كذا مثال زي البندول اللي بيبدأ ان هو يتحرك بالشكل ده، او عندنا الشوكة الرنانة، وامثلة كتيرة جدا للموجات الميكانيكية. الموجات الميكانيكية بتتطلب ثلاث حاجات. أول حاجة مصدر للاهتزاز، تاني حاجة اضطراب بينتقل من المصدر، إلى ثالث حاجة اللي هي الوسط اللي هو بيقوم بنقل الموجة الميكانيكية.
يعني مثلا في الشوكة الرنانة مصدر الاهتزاز اللي هو الشوكة نفسها. الاضطراب بيحصل في فرع من فروع الشوكة، بيبدأ ان هو يهتز بالشكل ده، فالاهتزاز ده بينقل الاضطراب للوسط، فبتبدأ الموجة انها تتحرك في الوسط اللي هو عندنا هنا الهواء.